تشرفت اليوم مش حضرت في الجلسة هذه العامة بتاع دي تي جي اللي هي من أعرق وأقدم جمعيات اللي جمعيات في بين ألمانيا وتونس وجمعية الصداقة التونسية الألمانية. وبالمناسبة هذه حبيت نشكر كل القائمين على الجمعية هذه وكل المشاركين فيها على جهودهم ودعمهم للعلاقات التونسية الألمانية علاقات التعاون التونسية الألمانية في مختلف المجالات. حبيت أيضا نتقدم بالمناسبة هذه للهيئة الجديدة اللي تم انتخابها ورئيس جديد اللي تم انتخابه كل معناها التحية وكل التمنيات بالنجاح إن شاء الله مزيد التعلق في خدمة العلاقات التونسية الألمانية. شكرا لكم.